اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة واشنطن بمعالي السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وخلال الاجتماع عبر معالي وزير الخارجية عن ارتياحه العميق للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين وما تحرزه من تقدم ونماء على جميع المستويات، بما يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها للبلدين والأسس المتينة التي تقوم عليها، وحرصهما الدائم على تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات التي تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين. وثمن معالي وزير الخارجية الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة في تطوير التعاون الدولي والعمل مع دول المنطقة وفق أسس واضحة وقوية لأجل خير وصالح المنطقة وشعوبها وحل كافة المشكلات فيها، بما يحفظ لهذه الدول أمنها واستقرارها، متمنيا للولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التطور والتقدم. من جانبه أعرب معالي السيد مايك بومبيو عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يدعم مصالح البلدين الصديقين، معبرا عن تقديره لاستضافة البحرين لورشة السلام من أجل الازدهار وما حققته من نتائج مهمة، منوها بجهود مملكة البحرين في إرساء الأمن والسلام في المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون مع دول المنطقة على المستويات كافة لأجل مواجهة سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار، وذلك حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم برمته.